ونرحب بالسيد الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ورئيس لجنة وفارس الدستور، فليتفضل. تفضل يا دكتور. الدكتور عمرو موسى فليتفضل. لما نرحب بخالد يوسف، ولا يفوتنا ان نرحب بالاستاذ الفنان خالد يوسف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابوسه بس بالنبي. ماشي. السيد وزير الزراعة، السيد رئيس اتحاد التعاوني الزراعي، السادة المواطنون الفلاحون، السيدات المواطنات الفلاحات، أعضاء لجنة الخمسين، ضيوف هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرنا لنقف جميعا مؤيدين للدستور، مؤيدين لخارطة المستقبل، عاملين على أن نخرج بمصر من المطب الكبير اللي وقعنا فيه. والفرصة الآن متاحة لنتحرك ببلادنا إلى الأمام. وفي مثل هذا المؤتمر الذي يجمع ممثلي فلاحي مصر وهم العمود الفقري للشعب والمجتمع المصري والأصل والأساس، فمصر دولة زراعية تقوم على الإنتاج الزراعي وعلى عرق الفلاح، وعلى مصر أن تقدم كل الدعم للفلاح، وهو ما فعله الدستور. والدستور الذي سيكون موضع الاستفتاء الوطني يتعامل مع كل مصري بأكثر من اعتبار، فالفلاح في الأساس مواطن مصري تهمه مصر كلها، يهمه التعليم في مصر، يهمه العلاج في مصر، يهمه حقوق المواطنين وحريتهم، يهمه أن تتقدم مصر إلى الأمام، كما يهمه أيضا حقوقه كفلاح، وأن تكون الدولة قائمة بكل أمانة وكل نشاط في دعمه ودعم إنتاجه. أنا لفيت مصر كلها في السنوات الأخيرة، وأعلم تماما العناء والمعاناة التي عناها الفلاح المصري. من هنا كان الدستور بين جنباته يتعامل مع مشاكل الفلاح، زراعة، ماء، دور الجمعية التعاونية، المحاصيل. دي مسألة مهمة جدا، لأنه أخذ الدستور في الاعتبار مصالح الفلاح الحقيقية، كما أخذ مصالح كل المواطنين، العمال، الموظفين، المدرسين، الأطباء وغيرهم وغيرهم من أصحاب المهن التي تشكل المجتمع المصري. ولكن في البداية وفي النهاية هو الفلاح، هو الفلاح الذي يزرع الأرض، الذي يجب أن يكون أساس الأمن الغذائي في مصر، وهذا هو ما يدافع عنه الدستور.
إنما نحن هنا لسنا لنتحدث عن صحيح، نحن هنا لنتحدث عن مستقبل مصر بأكملها، هنا لندعم الدستور، لنذهب للاستفتاء ونقول نعم، نحن هنا لنتحرك بخارطة الطريق. نحن هنا لنتحرك سويا نحو اعتماد الدستور بأكبر نسبة ممكنة، كما أننا هنا لنتحرك في إطار خارطة المستقبل نحو انتخاب الرئيس القادم لمصر والبرلمان القادم لمصر، وهو بأيديكم. والله إن دولة ومجتمعا فيه مثل هؤلاء الناس المنتجين المصرين الجدعان لا يمكن أن تضام. مصر سوف تنجح، ومصر سوف تعبر الأزمة، مصر سوف تنتصر. اسمعوا اسمعوا، لا مجال لليأس، لقد نجحت أمم أخرى، ومصر سوف تنجح، سوف تعبر هذه الأزمة، وسوف نعود لنتقدم الأمم بالإنتاج، بالعمل، بالإخلاص، بالأمانة، وأنتم خير ممثلين لهذا الشعب. سوف تنجح مصر، وسوف يمر الدستور بأغلبية كبرى، وسوف ننتخب الرئيس كلنا، الرئيس الذي نريده، الرئيس الذي تهتفون له، وسوف ننجح. وسوف تنتخبون نوابكم ليكون لمصر برلمان حقيقي يمثل مصالح كل المصريين، كما أن في هذا الدستور ما يتعامل مع الإدارة المحلية ليضبط أمورها ولتعود خادمة للمصريين، لأهل المحافظات والقرى والمراكز. ومن هنا ستكون الديمقراطية بدءا من القرية بانتخاب مجلسها وعمدتها، وفي المحافظة بانتخاب المحافظين كما قرر الدستور أن المحافظين والعمد يكونون بالتعيين أو بالانتخاب، أي أن الدستور فتح الباب تدريجيا للحركة نحو انتخاب المحافظين والعمد وكل الممثلين في القرى والمراكز والمدن والمحافظات. الديمقراطية لن تكون فقط للبرلمان، ستكون في كل درجة، في كل قرية، لتحكموا أنفسكم بأنفسكم في إطار ديمقراطية مصر. انتهت الدكتاتورية ونتحرك نحو الديمقراطية وحقوق المواطنين، حقوق الفلاحين. اذهبوا إلى الاستفتاء، ولا يوقفكم أحد أبداً عن الذهاب إلى الاستفتاء، ولتذهبوا وتقولوا نعم، نعم للاستفتاء، ونعم ونعم للدستور، ونعم لمصر المستقبل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم. شكرا شكرا لحضراتكم، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الفلاحين، ملاك أرض مصر، أنتم تمثلون ملاك أرض مصر. أيها الفلاحين، ملاك أرض جمهورية مصر العربية، قولوا معي نعم للدستور، نعم للدستور، نعم للجيش المصري، نعم للشرطة المصرية، نعم نعم لخارطة المستقبل، نعم للفريق أول عبد الفتاح السيسي. نعم 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 وألف نعم، نعم للبطل الذي حرر الإرادة المصرية، نعم للبطل الذي حرر الإرادة المصرية، نعم للجيش والشرطة، نعم وألف نعم. لما نقول نحن الفلاحين نعم للدستور الذي أعطى مكاسب للفلاحين التي لم تأتي في الدساتير السابقة. نعم وألف نعم للدستور المصري. أنتم فلاحين مصر، أنتم فلاحين مصر، أنتم رجال مصر. إحنا مش عاوزين حد يضحك علينا، عاوزين ننزل يوم 14 و15 نصوت ونقول نعم للدستور، مش عاوزين حد يضحك علينا. وأخص وأود نعم للدستور. أود أن أرحب بالسادة أعضاء لجنة الخمسين، أرحب بالسادة أعضاء لجنة الخمسين، السيدة الوزيرة ميرفت التلاوي، والسيد الدكتور طلعت عبد الأول، والأستاذ أحمد عيد، والأستاذ عمر صلاح، والحاج رفعت داغر، والأستاذ الدكتور محمد منصور، ولا يفادنا أن نرحب بالأستاذ ماجد عن وزير التضامن.